السلام عليكم. واش كتعرفوا بان الناس ديال الجاهليه كانوا كيهضروا بالمغربيه؟ السلام عليكم يا ابا سليمان. اهلا يا ابا الحسن، كيف حالكم؟ الحمد لله. هل عندكم من خبر؟ اظن انهم وصلوا الى ارض المعركه. لا تخف، سينتصرون باذن الله. يا ابا الحسن، انظر هناك، هذا الفارس من يكون؟ انه يعدو في اتجاهنا. قد يكون برقاقهم. لا تخف، هيا لنختبئ ونبرققهم من بعيد. نبرققه قبل ان يبرقنا. هيا اطلع الرسيزي. رسيزي.